بالنسبة لهذه الأدوية اللي تتبع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يمنع منعا كليا الأدوية اللي تتبع خارج صيدليات، ممنوعة، والأدوية لا تباع إلا بوصفة طبية، ما يمكن لكش تشري دواء إلا ما عندكش وصفة طبية. والصيدلي هنا بالنسبة للجودة، والصيدلي حتى يبيع لك الدواء حينما يبيع النصيحة، تيبيع لك النصيحة وتيقول لك هذه شحال غديرها من مرة، واش ثلاث مرات في النهار، واش جوج، واش عندك شي مرة، يعني تيعطيك النصيحة بالإضافة إلى ذلك فضمان الجودة وسلامة المنتوج. وحنا سبقينا كجامعه ان درنا واحد البلاغ ديال التحسيس والتوعيه للمستهلك العدول ديالو على اختناء الادويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها واحد السوق اللي هي غير مهيكله وخطيره. بار كونتر بالنسبه للناس اللي تيقتنوا من الصيدليات، ان هذه الادويه اللي تاخذ منها انه تاخذها وهي مضمونه اولا، حتى لو وقع لك شيء مثلا لنفرج سيدي هاد الدواء ديال عبر وسائل التواصل وقع لك تسمم او وقع لك ما عاد غتمشي هنا، اذا كان الى شتي دوم لا فارماسي مع الصيدلي فهذا ترجع له تقول له الدواء هذا ليا، هذه الوصفه اللي عطاني الطبيب، الدواء راه استعملته ثلاث مرات وكرا اثر ليا، هذا ديال الاسهال ديال يعني تاخذي النصيحه مع من غادي يعني الا شريتي هذا الدواء عبر وسيله التواصل الاجتماعي مع من غتهضر، لمن غتعيط على تقول لي ربعتي لا يقول انا غير بعنا السوق انا غير نبيع انا ماشي ما عنديش مشكل انا باعتبار واحد السوق اللي هو غير مهيكل.